وكم حاجة الناس ومن حاج ومن من من هو في كان في الانتظار أن تصرح المطار يقول لك راح يريد تجلس ما عندك مكان لازم يعني يشوف المركز الثالث يريد تجلس تنتظر تنتظر مصير حيوية تنتظر مع المغازلين وتعوش الشهوات وتشهد زيادة عدد الشرف وتكرم تملى المقاعد المخصصة لصاحب المركز الثالث